السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا ازاي حالك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. كل عام وحضرتك طيب، ربنا يديك الصحة ويرفع قدرك يا رب. ولك بمثل. معلش أنا كان عندي بس سؤال كده حضرتك، كنت عايزك تسأل حضرتك بس تجاوبني عليه، الله يجازيك خير يا رب. وياك اتفضل. حضرتك دلوقتي أنا من سنتين اتعرفت على أختها المطلقة وعقدت عليها ورثيا، لأن هي بتاخد معاش من الضمان الاجتماعي. طيب. هي حضرتك بتاخد معاش من الضمان الاجتماعي، فلو ان انا كنت عقدت عليها شرعي كان حضرتك طبعا المعاش ده هيتلغي. ايه. وانا بس انا الحمد لله بفضل الله يعني ابلغت زوجتي واهلي هنا، لكن وقلنا عفوا العقد ده كان عفوا بس منزل. اخواتها كانوا شهود عليه. ايوه. يعني اخواتها الذكور كانوا شهود عليه، فهل يعد العقد ده صحيح ام لا؟ لان ده من سنتين وانا دخلت بيها، وانا كان كنت عايز اعرف يعني ده بيراود الشك من حين لاخر، يعني طيب هل العقد صبرا ده بس صحيح ولا عليا، لا؟ خلاص انت تسألت، اصبر اصبر، خذ الجواب بس. ماشي اخذ. حضرتك. من الذي زوجك؟ قال لك زوجتك اخوها. اخوها. الحمد لله الزواج صحيح، عن الزواج زواج صحيح، لكن هي تسرق مال الدولة دلوقتي، لكن يعني هي حضرتك هو تحتال لسرقة مال الدولة، لكن الزواج هو صحيح. ليه المأذون؟ يعني ما كانش في صيغة غير صيغة المأذون. ما انا بقول لك، ما اخوك زواجها مش مشكلة، المأذون لتوثيق الحقوق، لكنكم هربتم من الحقوق لتسرقوا مال الدولة بس. المعاش. السلام عليكم.